وللحديث عن استقالة وزير الخارجية الإيرانية انضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي. سيد محمد، مرحبا بكم. قبل الولوج في تفاصيل هذا الاتصال، تضاربت الأنباء حول الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف. هل لديكم معلومات حول أسباب الاستقالة سيد محمد؟ في البداية أحيي حضرتك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا هذه الاستقالة هي تظهر أو بانت صراعات محتدمة وخلافات محتدمة في مراكز صنع القرار الإيرانية مع الحكومة، والحكومة الإيرانية أي حسن روحاني رئيسها يوصف بشيخ الدبلوماسية الإيرانية، هذا هكذا يصفونه. طيب، ونعلم أن حسن روحاني هو الذي قاد الفريق المفاوض الإيراني خلال فضيحة إيران جيت في عام 1986، التي إيران استلمت سلاح متطور، أسلحة متطورة من إسرائيل والولايات المتحدة بان الحرب الإيرانية العراقية. وهكذا جاء روحاني بصفقة أخرى بين المرشد الأعلى الإيراني أي مندوبه علي أكبر ولايتي وجون كيري ليقود مرحلة المفاوضات النووية والتوصل إلى الاتفاق النووي. لهذا السبب وصفت هذه الحكومة بحكومة الاتفاق النووي، لكن المشكلة بدأت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، الذي ذلك الانسحاب عرقل جني ثمار الاتفاق النووي من قبل النظام الإيراني. والآن الإدارة الأمريكية متجهة إلى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية واستبدالها أو استبدال سلوكها كما يوصف في الإعلام. وهذا الاستبدال السلوك في هذه الظروف التي نسمع أفضاء مختلفة من البيت الداخلي الإيراني، روحاني وظريف يطالبون أو يطالبان بجلوس على طاولة مفاوضات مع ترامب كحل لإنقاذ الجمهورية الإسلامية. بالمقابل المرشد الأعلى والحرس الثوري يريدون التصعيد ضد ترامب. فهذا الصراع في البيت الداخلي الإيراني هو السبب الرئيسي لهذه الاستقالة، وليس كما يدعي الإعلام الإيراني بأنه لم يتم إخبار أو إعلام وزارة الخارجية بزيارة زيارة الرئيس السوري، وأصلا تم إخبارها أم لم يتم إخبارها. هو في نهاية المطاف من يقرر السياسة الخارجية الإيرانية هو مكتب المرشد الأعلى وليس وزارة الخارجية. وزارة الخارجية مجرد منفذ في البيت الإيراني. فنهاية يمكن القول إذا نريد أن نفسر المشهد بشكله الصحيح هو زيارة بشار الأسد إلى طهران. في الواقع فجرت الخلافات الإيرانية أو الخلافات والصراعات في البيت الداخلي الإيراني إلى العلن، وليس هي السبب، بل هي سبب لتفجير أو لإظهار هذه الصراعات، وليس أنها هي السبب الرئيسي فيها. إذن سيد محمد، النظام الإيراني يريد في هذه المرحلة التصعيد وليس يعني الحديث في الأمور الإيرانية خاصة الاتفاق النووي بشكل دبلوماسي، ولكن هناك من يرى أن محمد جواد ظريف هو قد جمل من وجه النظام أمام الغرب، وهو ما دعا روحاني بالتمسك به. تعتقد أن ظريف قادر من تغيير واقع سياسات إيران في هذه المرحلة تحديدا؟ يعني هذه اللعبة كانت خلال الفترة الماضية قبل تصدي الرئيس الأمريكي ترامب المشهد في الولايات المتحدة، لأن هناك كانت لعبة أمريكية أوروبية وتنسيق أمريكي أوروبي، أي الولايات المتحدة ترفع سياسة العصا وأوروبا ترفع سياسة الجزر. لكن الآن لا توجد هذه السياسة أساسا، والولايات المتحدة عازمة على تغيير السلوك الإيراني، وهذا السلوك سيؤدي تغيير هذا السلوك إن حصل سيؤدي بإسقاط الجمهورية الإسلامية أم بشكل عنيف أو بشكل مرن، هذا لا ندخل بهذه التفاصيل. لكنه الآن لا ظريف ولا روحاني لا يستطيعان أن يجملا هذا النظام أكثر من هذا مكياج، يعني لا يمكن، لأن لسبب بسيط، لأن لا توجد سياسة تجميلية لدى الغرب. السياسة الغربية الآن هي أو البيت الغربي هو أصلا متصدع، وهناك صراع غربي أمريكي أوروبي حول الملف الإيراني وشاهدناه في مؤتمر ميونيخ وأيضا من خلال مؤتمر ورسو. فالموضوع الآن يتعلق في البيت الداخلي الإيراني تحديدا. الخامنئي وجماعة خامنئي يرون في هذه الظروف يجب توحيد الصفوف. طيب، ولا حاجة بعد لا لروحاني ولا لضريف. في الواقع استقالة محمد جواد ظريف من منصبه تنبئ بتصعيد قادم يصل إلى الإطاحة بحسن روحاني نفسه.
طيب سيد محمد، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صرح بأن ظريف وروحاني وجهان لمافيا دينية فاسدة، ماذا يقصد بهذا التصريح؟ يقصد يعني القصد واضح جدا بأن الولايات المتحدة لن تتنازل عن شروطها الاثني عشر التي أعلن عنها بومبيو نفسه في مايو الماضي أيار الماضي. نعم. وطالب إيران بتلبية تلك الشروط، والشروط موضوعة ومعلنة، فأي تغيير في الوجوه في إيران من وجهة نظر الولايات المتحدة لن يقبل، ولا محال لا تأثير عليه على الشروط الأمريكية. بمعنى أنه إيران خلال الفترات الماضية بين الفينة والأخرى حاولت من خلال تغيير الرئيس أو تغيير وزير معين أو وزراء معينين يحاولون كسب الوقت أو كسب تنازلات أو كسب تعاطفات معينة من قبل جهات معنية بالملف الإيراني إقليميا أو دوليا، أي بمعنى أنا تحديدا أقصد جماعة الإصلاحين اللي هم الآن يوصفون من قبل النظام الإيراني بأنهم معارضة، لكنهم ليسوا معارضة، هم جزء من النظام وجزء عضوي من هذا النظام. فالآن الولايات المتحدة لا ترى حلا للنظام الإيراني إلى تغيير سلوكه بشكل جاد وواقع على أرض الواقع، وإيران طبعا لن تقدم على ذلك لسبب بسيط جدا، لأنه الجمهورية الإسلامية قائمة على السلوك الحالي، وإن تخلت عن السلوك الحالي يعني ذلك إسقاط الجمهورية الإسلامية، وهذه إشكالية كبيرة التي الولايات المتحدة استطاعت أن تتفق مع كوريا الشمالية مع كل التصعيد معها اللي وصل بقرابة من حرب عسكرية نووية، لكنها لا تريد أو لا تستطيع أو لا يمكن أن تتفق مع الجمهورية الإسلامية، أي نظام الدين الفاسد كما تصفه الولايات المتحدة. من لندن المتخصص بشأن الإيراني محمد المذحجي، شكرا جزيلا لكم.